الهدي، الهدي اللي هو للقارن والمتمتع، المفرد ليس عليه هدي. في عندنا الأضحية، الأضحية للحاج وغير الحاج، حتى غير الحجاج هيأ الله لهم من الأعمال العظيمة مثل صيام يوم عرفة، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: أحتسب على الله؟ أو سئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر اليوم السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذا لغير الحاج. أما الحاج فلا يصوم، السنة لا يصوم، لأن النبي حج ولم يصوم. ثم إن الحاج مأمور بالتفرغ والتقوية للعبادة، والصوم قد يضعفه، وقد أباح الله لغير الحجاج، بل سن لغير الحجاج أن يصوم يوم عرفة. كذلك فيه من الأعمال الفدية، الدماء. هذه الفدية لمن ترك واجبا من الواجبات، فإن عليه الفدية، أو يخير بين الفدية والإطعام والصيام. وبعض المفتين سامحهم الله وغفر الله لنا ولهم يشقون على الناس في أمور يسيرة يلزمونهم بدم، والصواب أنه يخير. كعب بن حجرة لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشعره يتساقط والقمل يتساقط من شعره، قال: أحلق رأسك. ما قال عليك فدية، قال: أحلق رأسك وانسك شاه، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين. فالحاج يخير، لا يلزم بشيء من أنواع الفدية، وهذا من التيسير على الحجاج. الهدي واجب على المتمتع والقارن، وكذلك السنة الأضحية سنة. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. لا بأس إذا طاف للوداع أنه يشتري. بعض الناس يشدد على نفسه حسب الأطاف الوداع ما يشتري ولا ماء ولا عشاء ولا. لا، الحمد لله دين الله واسع، لكنه لا يبيت، وإنما يبيت خارج مكة. في الهدي والأضاحي لابد من مراعاة السن المعتبر شرعا: 5 سنين في الإبل، 2 سنين في البقر، 1 سنة في المعز، 6 أشهر في الضأن الذي هو الجذع. وتجزئ الشاة وأيضا عن الرجل وأهل بيته، كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه. ويجوز الاشتراك 7 في الإبل والبقر، ولا يجزئ فيها إلا السليمة، لحديث البراء بن عازب: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود والنسائي. ووقت الذبح من طلوع الشمس يوم العيد، بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، على الصحيح من أقوال أهل العلم. يأكل من هديه، يقسمها 3، وأضحيته يهدي، يأكل ثلث ويهدي ثلثا، ويتصدق بثلث. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما الفدية لا يأكل منها، اللي هي للجبران، هذه لا يأكل منها، وإنما يحق الفقراء. من أراد أن يضحي فالسنة أن لا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. فإن فعل شيئا من ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله، يستغفر الله ويتم ما نواه من الأضحية.